لكن بالنسبة لإسبانيول لا يكترث، ولذلك لا يكترث لجمال المباراة، لا يكترث إلا للحصول لنقطة، أو على الأقل نقطة من هذه المباراة. كرة بتصل إلى الخطير، كرة بتصل إلى المكار، إلى نيمار، في مكار بيلعب الكرة. من يظهر في الكلاسيكو من الطبيعي أن لا يغيب عن الدربي. نفذ صبرهم، ظهر من يخطف الأنظار، ظهر في الكلاسيكو، اتفقوا على الديربي. البرسا يتقدم بعد كل هذا الوقت، بعد كل هذه الكرات، كل هذا الوصول، تمريرة بينية من نيمار إذا ما يصيب يدوش، وصلت إلى أليكسيس، إلى سانشيز. أليكسيس في بلاد الكتلان، أليكسيس في بلاد العجائب.